عيد ميلاد ابنة نانسي عجرم ليا يحصد مليون مشاهدة في يوم واحد. شاهدوا ماذا حصل. احتفلت المغنية اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الصغيرة ليا ضمن أجواء عائلية بسبب الحجر المفروض على اللبنانيين. وتظهر بالفيديو بنات نانسي عجرم الثلاثة اللواتي يرقصن على أغنية بيبي شارك. كما نشرت نانسي صور العيد الميلاد معلقة: انت فرحة البيت، عيد ميلاد سعيد للنجمة الصاعدة بعيلتنا ليا، رح يصير عمرك سنتين. وكانت نانسي قد نشرت في وقت سابق عن معنى اسم ابنتها قائلة أن L يعني love و Y يعني you وال A يعني always. ليا love you always. ال L ل love، ال Y ل you، وال A ل always. ودائماً تتواجد بنات نانسي عجرم ميلا وإلا على التيك توك، خصوصاً ميلا التي تسحر الجمهور برقصاتها وفيديوهاتها. Go daddy go, we back to gain that hoe. Go daddy go, now pass it to my bro, let's go. كما يصادف هذا الشهر سنوية أغنية قلبي يا قلبي لنانسي التي نشرت صورة الأغنية معلقة عليها من سنة مثل اليوم. قلبي يا قلبي، وما زالت هذه الأغنية تحصد العديد من الإعجابات والتعليقات لأنها وبحسب المتابعين أشبه بحلم رومانسي تحمل العديد من الحب والإحساس الدافئ الذي نحتاجه في وقت الحجر. قلبي يا قلبي تركني يا قلبي، مش وقتها هلأ.